أفاد المرصد السوري بانتشار قوات كردية في مطار حلب الدولي، فيما أعلنت هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة بأنها سيطرت على نبل والزهرة. وكان المرصد قال إن القوات الكردية توسعت في حلب وبسطت سيطرتها على الحواجز الواقعة بين الشهباء وحلب وحواجز حي الأشرفية والمنطقة الصناعية بالشيخ نجار، كما تقدمت وفق المرصد باتجاه بلدات تل حافر وتل عران وتل حاصل وقرى أخرى في ريف حلب الشرقي. المرصد السوري أشار لانسحاب القوات الروسية من النقطة العسكرية في تل رفعت ومطار منك العسكري بالتعاون والتزامن مع وصول تعزيزات للنصرة والفصائل المسلحة. المرصد أكد نقل الفصائل الموالية لتركيا دبابات عسكرية انطلقت من حوار كلس باتجاه نقاط تل رفعت، هذا وشهدت بلدتي نبل والزهرة حركة نزوح واسعة باتجاه مناطق عدة في ريف حلب الشرقي ومناطق أخرى خارج المحافظة، يقدر عدد النازحين بأكثر من 50,000. من داخل مدينة حلب ومن أمام قلعتها التاريخية بتاريخ 29/11/2024 وسط الثوار الأحرار، راح نوجه رسالة لأهلنا في مدينة حلب ونقلهم أنتوا أهلنا، جينا لحمايتكم، جينا لتحريركم من الظلم، ما حد يغادر المدينة، كلكم آمنين على دماءكم وعلى أعراضكم وعلى أموالكم، مهجرين من أبناء هاي المدينة، ارجعوا لمدينتكم اتحررت وهلأ صارت آمنة. إذن هذه صور أولية الآن للغارة التي استهدفت جسر الشغور في ريف إدلب شمالي سوريا. كنا قد عرضنا قبل دقائق من الآن صورة لهذه الغارة، ها هي تصلنا الآن الفيديوهات نتيجة هذه الغارات الأولية على جسر الشغور في ريف إدلب شمالي سوريا في هذه الأثناء. أيضا كنا قد نقلنا عن غارات سورية روسية استهدفت هيئة تحرير الشام والفصائل في حلب. الله أكبر. طيب، ونبقي عينا إذن على هذه المشاهد الأولية للغارات على جسر الشغور في ريف إدلب. أعود من جديد إلى الأستاذ عبد الحميد من دمشق، أيضا نسأل عن مسألة القوات الكردية التي استلمت مطار حلب، يعني كيف نفهم بهذه التحركات الكردية؟ هل الجميع بدأ يخرج ليحاول السيطرة على أي شيء حتى يفاوض في المستقبل ليقوي ورقة المفاوضة؟ في الحقيقة إذا صح هذا الخبر فواضح بأن هذا الموضوع بات لن يكون إلا بتنسيق، لأن مطار حلب على سبيل المثال هو قبل ساعات أعلن رسميا بأن الحكومة السورية قد علقت جميع